السيد الحاج محمد رئيس دار السلام، شو صار اليوم بالمسجد؟ والله المعطيات لم تتضح بعد، المعلومات قليلة جدا حول الشخص الذي أتى إلى المسجد هذا اليوم في المساء بعد صلاة العشاء ورفض أن يخرج من المسجد، وتحت تعلة أن بيوت الله لابد أن تبقى مفتوحة كل الوقت، ثم بعد ذلك أخذ في الصياح وفي ضرب بعض المصلين وكسر بوابة المسجد، فاضطر الإخوة إلى أن يهاتفوا القوات الأمنية للشرطة، وأتت الشرطة واعتقلته، ولا ندري إلى الآن ما هي سير التحقيقات. نعم، الشخص معروف أو لا؟ لا، شخص غير معروف، يعني حتى جنسيته ومن أي قطر غير معروف، حسب المعلومات المتوفرة الآن يتكلم العربية والتركية. هو مو كردي، يقولون يتكلم كردي هم. أنا لم أسمع بذلك، سمعت أنه يتكلم التركية من عند البوليس، ويتكلم العربية من عند، سمعت من عند الذين عينوه وشاهدوه هنا بالمسجد، ولكن أكثر من هذا لا أستطيع أن أقول الآن. أوكي، شكرا أستاذ، شكرا.